ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على توقعات العاطفة الخاصة بأصحاب برج الجوزاء في شهر يوليو لعام 2020. برج الجوزاء عندنا الوضع العاطفي هيكون شيء جيد جدا، وهيكون في أخبار كتير سعيدة هتجمعك ما بينك وما بين الشريك، وهيكون في كمان نسبة رجوع قوية. برج الجوزاء عايز أقول نقطة مهمة جدا، إن عندنا من أكتر الشهور جاذبية، إحنا جذابين قوي وناس كتيرة بتراقبنا وناس كتيرة معجبة بينا، وكمان الماضي أو الشخص اللي تركنا هو ندمان جدا عليك أو هو بيراقبك بشكل قوي، فده كله مخلي إن يكون عندك جاذبية، فإذا يخلي الوضع العاطفي متميز. برج الجوزاء كتير من سواء رجل او امرأة انتوا بتتراقبوا، يعني بتتراقبوا جدا من الجنس الاخر. خلوني بس ابدأ بالناس المرتبطين. الناس المرتبطين هيكون عندك تقوية علاقات، هيكون في عندك بيبي جديد او في شيء جديد او انتقال لمنزل جديد، في حاجة جديدة عند برج الجوزاء هتخليكم قد ايه مبسوطين، قد ايه سعداء، قد ايه ان في تغيير ايجابي في حياتكم، فبالتالي انتوا هتكونوا نفسيا افضل، فتتعاملوا مع الشريك بشكل رومانسي. برج كمان الجوزاء عندك في الوضع العاطفي بالنسبة للناس المرتبطين عندك عيون كتير وأحقاد كتير وأشخاص بتحاول إن هي تتكلم عليكم، يعني ممكن يكون الشيء الإيجابي اللي موجود أو حاجة حصلت إيجابية أو حاجة حصلت تغير من نفسيتكم للأفضل، في عين مبسوط يعني فيها، يعني دايما برج الجوزاء محسود بشكل غريب جدا. الوضع العاطفي عندك لما بيتحسن بيظهر، يعني بيكون الوضع ظاهري، ممكن يكون انتوا بتحاولوا أو بتظهروا على السوشيال ميديا، بيظهر لما بتكونوا مع الشريك ماشيين أو رايحين مكان معين، فكل الحاجات دي نحاول ان احنا نتجنبها. ليه؟ او نتجنب الظهور قدام الاشخاص اللي هم الحاقدين اللي احنا عارفين ان هم بيحسدونا. وبرج الجوزاء عندكم ميزة حلوة قوي، ان عندكم روحانيات وبتحسوا وتعرفوا مين اللي باصص لك ومين اللي مش باصص لك، فخليني ابتعد عن الشخص الخبيث تماما، ولو قدرت اقطع علاقتي بيه اقطع علاقتي بيه، حتى لو كان قريب او حتى لو كان قريب عادي جدا، يعني على الاقل بحمي نفسي يعني، فده يكون مهم قوي، لان بالفعل يا برج الجوزاء انتوا محسودين جدا عاطفيا. يعني هقول لكم على حاجه، تعالوا كده قدام الشخص اللي بيحسدكم وتعالوا انت والشريك وقولوا لبعض كلمتين رومانسيين قدامه، هتلاقي نفسكم مروحين بخناقه وممكن تكون يعني يحصل فيها شد كبير جدا، ده بسبب عين، العين ممكن تعمل كده مع برج الجوزاء لانه نجمه خفيف جدا. طيب برج الجوزاء بالنسبه كمان للناس المرتبطين هيكون عندك اكتر الابراج اللي فيها تقويه علاقات هي ابراج هوائيه اللي من العائله بتاعتك، لان كان في على وشك الانفصال، يعني برج الجوزاء كنت على وشك الانفصال مع ابراج هوائيه، لكن عندك من اول يوليو لا في رجوع وفي تحسين علاقات بشكل قوي وفي تميز في العلاقه العاطفيه، فهيكون عندك في ان كمان انتوا العين عليكم بشكل قوي والجاذبيه، وان اشخاص بتفتكر الذكريات الجميله، يعني لو انتوا عملتوا مصيبه في حد يعني شوفوا واصله لدرجه ايه، وكان في حب الشخص ده كان بيحبك هيفتكر لك الحب ويفتكر لك الذكريات الجميله، ومش هيعرف ان هو يفتكر الاخبار او الحاجات السيئه اللي كانت بتجمعكم، هيبدا يتشد ليك مره تاني فيبدا انه يساعدك على الرجوع. يعني يا برج الجوزاء لو عايز ترجع او عايزه ترجعي انتهزوا الوقت ده فرصه، نحاول ان احنا نظهر بشكل لائق او ان احنا نكون بنتعامل بالطريقه الغير مباشره المعروفه عند برج الجوزاء والابراج الهوائيه ان احنا ممكن نرجع مره تاني عامه. وكمان على فكره من الابراج اللي هتتحسن علاقتها بشكل قوي الابراج الناريه مع برج الجوزاء عامة. برج الجوزاء بالنسبة للناس اللي هم مش مرتبطين، الناس اللي مش مرتبطين انت عندك اول حاجة الجاذبية القوية، وعندك حاجة تانية هي الثقة في النفس، وعندك حاجة تانية هي التفكير والعقل الناضج، لان عندنا وقت العصبية بدأ يقل او خفينا شوية في عصبيتنا او نرفزتنا، فده مخلي عندك وعي اكبر، فهيخلي عندك تكتيك في التعامل، تركيز في التعامل مع الاخرين، هيكون عندك انتباه لشكلك جدا ومظهرك الاجتماعي، مظهرك الشكل المظهر الاجتماعي في التعامل الدبلوماسي، الحاجات دي كلها، كل الحاجات دي بتزود جاذبيتك اكتر او الجاذبيه بتاعتك اكتر، فبالتالي بتخلي ان يكون في معجبين كتير. يعني يا برج الجوزاء عندنا معجبين كتير قوي قوي قوي. برج الجوزاء على فكره انت كمان او انت كمان عندكم معجبين، يعني او يعني انتم معجبين بحد، في شخص داخل دماغكم جدا او
وان انتوا منبهرين بيه قوي، بس هيكون عندك اكتشاف عظيم في شخص انت ممكن تكون كنت مبهور بيه بشكل قوي، لكن تتفاجأ ان هو ما يستاهلش الانبهار اللي انت منبهره، او اللي انت ما كنت حاجه ما كنتش تتوقعها هتلاقيها موجوده. فهتبدأ ان انت تعمل علامه اكس قويه جدا جدا على الشخص ده، وتبدأ تفكر في حياتك من جديد. هيبدا ان يكون في اشخاص بيعرضوا عليك عروض حب او عروض الزواج بشكل قوي، فده من ناحيه اللي الناس اللي مش مرتبطين عندك علاقه متميزه في الوضع العاطفي. برج الجوزاء بالنسبه للناس اللي هم مرتبطين ارتباط في البدايه، عندك مشاكل عائليه، عندك مشاكل عائلية عاملة ضغط في الوضع العاطفي، يعني ممكن تكون مأخرة موضوع عاطفي، مخلي ان موضوع او في مشكلة قانونية، يعني هي مشكلة من الاهل او مشكلة قانونية، فاحنا مأخرين فيها اكتمال الوضع العاطفي مؤقتا. ده هيكون مأثر على الشريك، يعني الشريك هيكون ممكن يفهمك غلط، خاصة لو بتتعامل مع ابراج ترابية هيكون فهمك غلط، هيكون عنده انتقاد ليك، فده ممكن يعمل خلاف شوية، ممكن يعمل عنف شوية ما بينك وما بينه. اللي واجب عليك يا برج الجوزاء انك تعمله انك تفهم الشريك، انك تقعد معاه او تتكلم معاه وتعرفه ان انت قد ايه بتحبه، او اديله اهتمام، حسسه ان انت لا في جواك عاطفه ليه، جواك رومانسيه ليه، يعني الوضع مش ان انت تتقبل الانتقاد او ان انت تكون شايف ان هو بينتقدك فانت تنتقده فالموضوع يشد معانا او ننهي علاقات، يعني كمان ما نتسرعش في المواضيع اللي من نوعيه دي يا برج الجوزاء. طيب برج الجوزاء كمان بالنسبه للناس المرتبطين او الناس اللي هم مرتبطين ارتباط في البدايه، يعني متجوزين مخطوبين او ارتباط في البداية، هيكون عندك في طرف ثالث موجود او هيبدأ انه يدخل او عايز يدخل، هيبدأ عندك زق للطرف الثالث، هتبدأ تبتعد عنه، هتبدأ ان انت لا عايز امشي باستقرار وعايز اكون عاقل وحياتي تبقى عاقلة والدنيا هادية، مش عايز اي حاجة فيها خلاف، فبتحاول انك تلم حياتك يا برج الجوزاء، عايز انك تستقر مع الشريك، فتبدأ ان انت تبعد عن الطرف الثالث وتتجه الى الشريك فقط يا برج الجوزاء. بشوف ان ده شيء متميز او شيء رائع او شيء يخليك ان انت عندك تركيز اكتر في امورك الحياتية، لان الاشخاص اللي من برج الجوزاء اللي كان في حياتهم طرف ثالث كان عندكم عدم تركيز لدرجة ان حصلت لخبطة كتير جدا جدا بسبب الوقت اللي بيضيع مع الطرف الثالث، بسبب انشغالنا، بسبب ان احنا بنركزين في نقطة تانية مختلفة تماما. عامة دي حاجة مهمة قوي. طب بالنسبة للناس المنفصلين، برج الجوزاء للناس المنفصلين طبعا زي ما قلت عندنا الرجوع بشكل قوي لان في جاذبية قوية، وعندنا ان على فكرة كمان برج الجوزاء عندك اهتماماتك بمستقبلك بقى بيزيد، يعني لو عندنا مشاكل فبنحاول ان احنا نحلها، بنحاول ان احنا ناخد وقت ان احنا نعمل مساحة في دماغنا بشكل قوي عشان يبقى عندنا تفكير، عندنا كمان راحة بال، بندور جدا على ده، بندور على الراحة النفسية او الوضع النفسي او الصحة النفسية عامة بشكل عام. فكل الحاجات دي بتخلي ان الشخص اللي كان اللي انت انفصلت عنه او اللي سابك بيبدا ان هو يبص لك قوي، يبدا ان هو يلاقي تغيير. بالفعل برج الجوزاء على فكره عندكم تغيير، حتى كمان هتحسوا بده على اخر الشهر، هتلاقوا ان حياتكم فيها تغيير، حتى الوضع العاطفي، العملي، امور كتير جدا جدا فيها تغيير عامه. فهيكون عندنا الشخص اللي من الماضي ده بيبدا ان هو يراقبنا، لان زي ما قلت لكم عندكم مراقبات بشكل قوي، فالشخص اللي في الماضي بيراقبك جدا جدا، فهيبدا ان هو يتكلم معاك او عايز ان هو يجر معاك كلام، يفتح موضوع معين، يرجع يعاتبك على حاجه، او يبعت حد يكون صفته ان هو مشترك ما بينكم، فهيبدا الموضوع للحل. بس في نقطه معينه جدا عايز اقولها للرجوع، الرجوع لبرج الجوزاء هيكون شيء جيد للنفسيه، بس يا برج الجوزاء لازم تتاكد 100% انك عايز ترجع بجد، عشان ما ترجعش وترجع تندم فتبعد. خلي بالك من الفرحه المؤقته يا برج الجوزاء. خلوني اقول لكم اكتر الطاقات الموجوده حوالين برج الجوزاء اللي هيكون بيساعدنا على الرجوع او ان يكون في شخص معجب بينا فيتم فيه علاقه عاطفيه. من اكتر الابراج، الابراج الهوائيه برج الميزان، الدلو، الجوزاء، التلات ابراج الهوائيين او العائله الهوائيه. من الابراج الناريه برج الحمل، الاسد، القوس.
الابراج الناريه برضو بصفه عامه، على فكره هم ابراج كتير قوي. من الابراج المائيه برج العقرب وبرج الحوت بشكل قوي، وبرج السرطان كمان يمكن اكتر او اولهم، يعني اقدر اقول السرطان العقرب بعد كده الحوت. الابراج الترابيه هي اللي ممكن يكون فيها شويه ضغط، يعني لو هقول ان العذراء هو اللي منجذب جدا لبرج الجوزاء، اما الجدي والثور شويه في ممكن يكون في عدم تفاهم او في مشكله معينه موجوده لسه ما زالت، لكن ممكن حل على الاخر، او ممكن يكون في تحفظات معينه. يعني برج الابراج الترابيه دايما بيكون عندها تحفظات على تعاملات برج الجوزاء، بس العذراء بيكون معجب بالجوزاء، فدي نقطه مهمه جدا. عامه انا مش عايزه اطول عليكم، ولكن بتمنى جدا ان انا اكون فدتكم في الوضع العاطفي. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.